السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا على شيت جديد لمادة الـ ICT. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1. Are some of the most used board processing commands؟ يعني أوامر برنامج النصوص. قلنا الأوامر اللي في البرنامج النصوص هي الـ copy والـ paste والـ cut. يبقى all of them. Can help people to search internet website. خد بالك search internet website based on the keyword and the phrases. طبقا لي او بناء على الكلمات والجمل هم اللي هيدخلوها. يبقى السيرش انجن لان الداتابيس قواعد البيانات ما بنبحث فيها على الانترنت. واللايبرري كتالوج ده فهرس المكتبه. والجوجل كروم ده اللي هو الويب براوزر. اللايبرري كتالوج على طول يبقى is an database which include all items owned by the library. كل العناصر اللي بتمتلكها المكتبة. ال AR collection of information مجموعة من البيانات which are typically stored متخزنة. أول ما الاقي كلمة stored in computer system and can be accessed for free a school library يبقى على طول الداتابيز. Well, you can search for information from magazines and newspaper through a database. The note is an example of a general database which covers many subjects اللي بتغطي العديد من ايه الموضوعات على طول ال EKB. The EKB result are credible معقولة and a and accurate لأن قلنا الريزلت بتاعت الداتابيز هي الاكيوريت والكريدبل والاي كي بي هو مثال على الداتابيز. To get useful search result and to narrow your search عشان تحصل على نتائج بحث مفيدة وتقلل مجال البحث بتاعك أو تضيقه أعمل إيه؟ Search by author name أبحث باسم المؤلف. Search by specifying data أبحث ببيانات محددة طبعا. Search title of the journal أبحث باسم مثلا الجورنال لو أنا عايز أبحث عن جورنال طبعا يبقى كلهم all of them. A is a database which includes all the items owned by the library. إيه هو الـ database؟ يبقى أكيد الـ library catalog. يلا بينا نشوف الـ lesson 7 operating system والأسئلة الموجودة عليه. بيقول لي ايه is the software that manage computer function على طول computers function يبقى ال operating system او مش ال windows explorer ولا ال e-reader ولا ال google chrome لان ال windows explorer هو ده web browser و google chrome web browser وال e-reader اللي هو electronic readers ده ال reader اللي بيقرأ الكتب الالكترونية. 2. is the operating system functions اللي هو run a computer software ولا run a computer's hardware ولا open source. احنا قلنا ان الاوبن سورس دوت اللي هو بيستخدم في الموبايل operating system. يبقى اكيد لما الاقي operating system function يبقى run computer software و runs computer hardware يبقى both A and B. Most computers come preloaded with A. الموست كمبيوتر معظم الاجهزة بتيجي محملة preloaded with A operating system. الكمبيوتر run on Mac iOS. ايه الكمبيوترز بتشتغل بالسوفت وير الاي او اس اللي هو الايفون اوبريتنج سيستم. ايفون اوبريتنج سيستم اكيد الابل كمبيوتر. The most popular mobile operating system are ايه الاندرويد والابل اي اس اكيد يبقى البوز اي اند بي. Used open source software ايه اللي بيستخدم open خلي بالك open software يعني اليوزر can change and read the programming code اكيد الاندرويد لان الابل لسه هنقول بعد كده ان هو closed. Means a person can change اهو change and read the programming code كود البرمجة ان انا اقدر اقراه واقدر اعمل عليه تغيير اللي هو ايه ال open source software. الابل اي او اس الابل اوبريتنج سيستم از ايه لسه قايلين كلوزد ما اقدرش اعمل عليه ريد او تشينج او موديفاي. 9 از اوبن سورس سوفت وير يوزد فور بيلدينج روبوت ابلكيشن احنا قلنا السوفت وير اللي بيستخدم للروبوت ابلكيشن هو الار او اس اللي هو الروبوت اوبريتنج سيستم اللي هو كاتنج ايدج سوفت وير ريفيرز تو انستراكشنز تو ا كمبيوتر that are giving in a code بيقول لي ايه هو ال instruction التعليمات اللي بديها للكمبيوتر في شكل ايه في شكل كود اكيد البروجرامينج لانجويج لان ال ROS دوت لسه قايلين اللي هو الروبوت اوبريتنج سيستم ده كاتنج ايج سوفت وير.
والاوبريتنج سيستم ده نظام التشغيل لبرانز الهاردوير والسوفت وير. يلا بينا على ليسون 8 ونشوف الويب سايت ديزاين. Choose the correct answer. The abbreviation of hypertext markup language is A. تعالوا كده بصوا، ادي hypertext markup language HTML number A. Is the standard programming language used to create a web page. ايه اللغة القياسية المستخدمة لصناعة صفحات الانترنت؟ اكيد لسه قايلينها اللي هي ال HTML. HTML describes the structure of a web page. ال HTML اللي هي اللغة القياسية اللي احنا لسه قايلين عليها، ال standard programming language used to create a web page. Describes the structure of a web page، بتوصف التركيب البنائي لصفحة الانترنت. and consists of، بتتكون من series of elements such as a، ال heading، ال paragraphs، ال links، ولا all of them. طبعا all of them، وكمان نضيف عليهم ال image. Read HTML document and display the content according to the HTML tags. ايه اللي بيقرا الدوكمنت بتاعت ال HTML اللي هو كود البرمجه وبيعمل display؟ display يعني بيعرض المحتوى دوت طبقا للوسوم اللي موجوده في ال HTML. ايه هو؟ اكيد الويب براوزر. ده HTML tag B. البي ده ريفير لايه؟ قلنا التاج ده اللي هو الوسم بتاع ال HTML. البي يبقى creating paragraph. اما بالنسبه لل largest heading فده هيبقى ال H1 اللي هو في سؤال نمبر 6. ده HTML tag H1. H1 ريفير تو ايه؟ لسه قايل largest heading. اما ال H2 فهيبقى لل sub heading، وال H6 يبقى لل smaller sub heading. Listen to how to deal with electronic game. الالكترونيك جيمز help to promote critical and creative A. اكيد thinking، التفكير الابداعي، بتعزز التفكير الابداعي. الالكترونيك جيمز can be a lot of fun but، ولكن there can be problems، مشاكل playing these games. زي ايه؟ السايبر بولينج ولا الهاكينج ولا الهاف فان ولا both A and B؟ both A and B، لان بيحصل عندي سايبر بولينج اللي هو التنمر، والهاكينج الاختراق. دي من المخاطر اللي موجودة في الالكترونيك جيم. There are several disadvantages، هناك عيوب عديدة of electronic games like A. physical dangerous، psychological dangerous، ولا security dangerous. طبعا all of them، في مخاطر جسدية اللي هي ال physical dangerous، ومخاطر نفسية ال psychological dangerous، ومخاطر أمنية زي ال security dangerous. Only playing electronic games too often can affect your A cycle. أكيد لسه قايلين sleep cycle، ودي من المخاطر ال A physical dangerous. الالكترونيك جيم كان strain your A and cause headache. اكيد لسه قايلين strain your eyes and cause headache، بيسبب اجهاد لعينك وبيسبب لك صداع. One of psychological dangers of electronic game is A. ايه المخاطر؟ واحد من المخاطر النفسية psychological dangers، اكيد يبقى feeling lonely، ان انا هشعر بالوحدة. الفرق بين psychological والphysical إن الفيزيكال حاجات ملموسة، أما السايكولوجيكال فهي حاجات حسية. When you playing games online، لما بتلعب الجيمز دي أونلاين، don't put personal information. زي إيه البيرسونال انفورميشن اللي هي المعلومات الشخصية ديت أو البيانات الشخصية؟ Your full name as user name، ما ينفعش أحط الفول نيم بتاعي كيوزر نيم. Your email address، ما ينفعش أحط الإيميل بتاعي كده ظاهر. Both A and B، فعلا both and A and B. Large gaming community are filled with A. أنا لسه قايل إن large gaming community اللي هي المجتمعات الألعاب الكبيرة دي موجود فيها كتير قوي أو مليانة بالسايبر بوليز اللي هم المتنمرين. You can limit the danger while playing electronic games through A. إزاي تقدر تقلل مخاطر الألعاب الإلكترونية من خلال إيه؟ Playing with people you know and trust، إنك تلعب مع ناس أنت بتعرفها وبتثق فيها. فعلا صح. Not using a webcam، قلنا إن مقلل استخدام الويب كام. Not using personal information، ما ينفعش استخدم معلومات شخصية في الجيمز دي. يبقى all of them. Hackers can cause your information to be leaked، معلوماتك تتسرب. And A are easily spread، ايه اللي بينتشر بسهولة؟ اكيد الفيروس. Lesson 3 Protecting yourself from digital theft، ازاي تحمي نفسك من لصوص البيانات؟
when creating password you should use ايه؟ استخدم ايه وانا بعمل كلمة المرور بتاعتي؟ random letter numbers ولا symbols؟ all of them، استخدمهم كلهم عشان تبقى to be strong password. ال MFA requires at least a ways of identifying yourself. اكيد ال MFA قلنا اللي هي المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، مالتي فاكتور يعني عوامل متعدده، هتستخدم at least a two اتنين ways طريقتين of identifying yourself عشان اعرف نفسي. ايه اللي means المالتي فاكتور اوثنتيكيشن؟ لسه قايلين ال MFA اختصار مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، MFA اللي هي بتستخدم two ways as a weighing to confirming that you. ايه are ways of multi factor authentication؟ ايه هي الطرق اللي بتستخدمها المالتي فاكتور اوثنتيكيشن؟ الباسورد كلمة المرور ولا البينز الرموز ولا السكيورتي كودز ولا الاكواد الامنية؟ all of them is a type of authentication which will scan your finger. خلي بالك scan your finger على طول يبقى ايه؟ الفينجر برينت authentication. ايه will scan your face؟ هنا scan ايه؟ الفيس using الايه؟ الديفايس كاميرا، اعمل سكان مسح لوجهك باستخدام الايه؟ كاميرا الجهاز. اكيد الفيشال ريكوجنيشن اللي هو خاصية التعرف على الوجه. Is the way only the user's face can be used to open their devices or devices app. أكيد facial recognition software لسه قايلين user face خلاص يبقى facial recognition. وبكده نكون خلصنا شيت فيوتشر، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم.